ايه ده؟ انت قافل الباب بالمفتاح ليه؟ كنت في الحمام اصلي. الله، هو انت ما قعدتيش مع سلمى ولا ايه؟ قعدت والغدا جهز وانت اتاخرت، قلت اطلع اشوفك بتعمل ايه. كلمت معاكي في حاجه؟ اتكلمت. فتحت موضوع عصام اللي انت كلمتها عنه قبل ما تسافر. انت رايك ايه؟ المهم رايها هي. انت امها، رايك معاها هيفرق كتير. سلمى متلخبطه اليومين دول، سيبها ما تغصبش عليها. ومعقول هغصب عليها جوازها؟ كان الاول هغصب عليك انت. الحقيقه انا مستخسر عصام، الولد بيحبها قوي، هو الوحيد اللي حابه مطمن عليها معاه. الاهم ان هي اللي تبقى مطمنه معاه. هو انا لما خبطت عليك كنت لسه في الحمام ولا كنت خلصت؟ انا كنت في الحمام، انا ما خرجت على خبطك. ليه، في حاجه؟ لا ابدا ما فيش. طب يلا بينا عشان اتاخرنا على الغداء. طيب يلا اتفضل. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الفل. ايه اللي انت عاملاه ده؟ العشاء بره على السفره. لا بجد، انت عامله كده ليه؟ لا لو سمحت، من فضلك ما تبوظيش حاجتي بقى واتلخبطه. لخبط ايه؟ ما هي متلخبطه خلقه. انت عايز ايه؟ بقول لك العشاء بره، من فضلك سيبني اكمل شغل. حاضر حاضر. هي دي القضيه بتاعت الست اللي هي انا شامه ريحه طريقه. عايز ايه بقى؟ لا لا ابدا ابدا يا حبيبتي ابدا. بس تعرفي شكلك يجنن وانت عامله في نفسك كده. بقول لك ايه؟ ما تشيل يوسف شويه كده لحد ما اخلص. تعاون يعني. خلصي ايه؟ هي بالطريقه دي هتخلص؟ مفيش حد ابدا يقعد يقرا قضيه على السرير بالشكل ده. اصلها قضيه غريبه قوي. هي فعلا شكلها شديده الغرابه. تتريق تاني برضه؟ لا خالص خالص يا حبيبتي، هتريق ليه؟ هي القضيه شكلها كده عادي جدا، بس انت بقى الحقيقه اللي بقيتي غريبه. الظاهر ان انت خلاص بقيتي بقيتي خلاص 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 يا ستي. انا خلاص. لا ما تجيش الا بالضرب. بس بجد في حد في الدنيا يقرا قضيه بالشكل ده؟ اطلع بره. طيب حاضر حاضر. بس عرفي شكلك كده بيفكرني بالمسرحيه بتاعت بيسوء افندي. اطلع بره يا عمر. حاضر حاضر. يا رب اشفيها لي والنبي يا رب. يوه. حضرتك بتقول ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. شوف يا عصام، انت مش بس ابن اختي، انت ابني اللي انا ما خلفتوش. نفسي اشوفك اسعد واحد في الدنيا، بس دي اراده ربنا سبحانه وتعالى اللي مالناش دخل فيها. والحقيقه سلمى قالت لي يعني انها ما بتفكرش في الجواز دلوقتي. اللي حضرتك بتقوله ده انا ما اعرفش عنه اي حاجه. انا اسف اني بقاطع حضرتك في الكلام، بس حقيقي انا مش فاهم ليه طلبت منها كده. أنا عمري جيت وطلبت منك أتجوز سلمى؟ حتى لو قلت لي يا حبيبي، أنت أكتر واحد أتمناه لبنتي. بس أنا ما قلتش. ماما قالت. ماما؟ أيوه، وطلبت مني إيد سلمى، وقالت لي قد إيه أنت بتحبها، وإنك يعني في حالة مش كويسة. أرجوك يا خالو كفاية لحد كده. كل ده كلام ملوش أي أساس من الصحة. أمي عايزة تعمل أي حاجة والسلام. أنا عمري ما طلبت أتجوز سلمى. عارف ليه؟ ليه؟ لان انا وظيفتي حارب اللي بيسرقوا، مش هسرق زيهم. تقصد ايه يعني؟ انا لا يمكن هسمح لنفسي اني اسرق سلمى، ولا عمري هسمح لنفسي ان اخد اللي مش من حقي، لانها ببساطه شديده قوي عمرها ما حبتك. هي الحكايه تبان عاديه خالص، يعني حاجه بتحصل كل يوم. واحد دخل المستشفى مات عادي جدا، بس انا بقى حاسه انها ممكن تبقى قضيه جامده جدا لو اللي في دماغي حصل. وايه بقى اللي في دماغك؟ حاجات كتير. مثلا يعني ليه الست دي جت ترفع قضيه؟ اكيد حست ان في حاجه غلط. انا بقى هسيب القضيه كلها وامشي ورا احساسي باحساس ان في حاجه غلط. شكلك مش فاهم. هفهمك عمر. انت اللي قلت للست دي تدخلي عشان يعني صعبت عليك ان ما عنديش قضايا، مش كده؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ أنا ما جبتلكيش قضية ولا حاجة، الست هي اللي طلبت تدخلك. لا يا عمر، بجد أنا مش هزعل،
مش معنى ان انت عايز تساعدني ان انا هتضايق. يا حبيبتي يا حبيبتي بطلي الكلام الفارغ ده، صدقيني انا معجب بحماسك، كملي. لا اصلا انا حسيت ان الست كده وهي قاعده معايا يعني مش مقتنعه بيا خالص. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت محاميه شاطره جدا بس محتاجه فرصه. وبعدين يا ستي حتى لو اللي انت بتقوليه ده صح مش مهم القضيه جت ازاي، المهم ان معاكي دلوقتي فرصه وشوفي بقى هتستغليها ازاي. كل يوم بيعدي بموت فيك اكتر من اللي قبله الف مره. مش هستنى اما تعمل في نفسك حاجه عشان اجري واعمل اللي اقدر عليه تاني نفس الغلطه. انت ليه مصره ترخصيني؟ ليه مصره تخليني اكره نفسي واكره الدنيا باللي فيها؟ حرام عليكي، انت بالشكل ده بتقتليني. انت اللي بتقتلني كل يوم لما بلاقيك قافل على نفسك وقاعد مساهم وبايع الدنيا، والضحك مش قادر تضحك عليا بيه. بموت في اليوم مليون مره وانا شايفاك حزين والايام بتجري بيك ولا انت حاسس بيها. كل اللي انت بتعمله قاعد مستني انها ممكن تحن عليك وتجيلك. عايزانا اتجوزها غصب عنها؟ حتى لو غصب عنها حقك. لا مش حقي. حقي منين بقى وهي مش عايزاني؟ حقي ازاي وانا عارف ان كل اللي انا فيه ده من خير ابوها؟ ده جزاؤه؟ ده رد الجميل؟ نروح لغايه عنده ونلوي دراعه ونقول له جوزني بنتك غصب عنها؟ ترضيها لي؟ صحيح خالك هو اللي رباك وصحيح خيره علينا، لكن كل ده ما يجيش قبالي اللي انا عملته معاه ذره. بيته ده كله كان ممكن يتهد لولا وقفتي معاه. السنين دي كلها تشهد بصمه كف ايدي على حياتهم. حقك، وانا مش ممكن هسمح لحد يكسر قلبك طول ما انا عايشه. حق ايه وسنين ايه؟ ارحميني بقى يا امي وما تخلينيش امشي تاني. انا لو مشيت المره دي مش هتلاقيني. ايه يا غادة ازيك؟ مالك في ايه؟ اهدي شوية. طيب اهدي بس عشان اعرف افهم. مالها هدى؟ ايه؟ يا ربي مش عارفة ايه اللي حصل لها. انا خايفة مني ساعة ما دخلت غيبوبة مش عارفة. الحقني انا خايفة تموت مني. منيرة من فضلك هات الاسعاف وتعالى بسرعة. الحقني يا منيرة من فضلك. مالكيش اي حاجة؟ معرفش، مقالتش. لا انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل. طيب بعدين اركبي بس دلوقتي يلا. We'll be right back.
كان عندي حق ان اشك فيك. جبان حيوان يا مجرم، ايوه يا سيد، عايزاك تجيلي دلوقتي، بقول لك عايزاك حالا دلوقتي. جرايه يا محاسن، بقول لك مشغول، هي حبكت يعني لازم اجي دلوقتي؟ ايه الموضوع المهم ده اللي انت عايزاني اسيب شغل عشانه؟ بقول لك يا محاسن، لو ما قلتليش ايه الموضوع اللي انت عايزاني فيه انا مش جاي. خلاص خلاص، لما اشوف اخرتها معاكي انا جاي. الله ينكد عليك يا بعيدة. اسمع، في زبونة جاية دلوقتي عايزك تضيفها، تجيب لها كل الحاجات الساعة اللي عندك والحلويات، ولما تزهق تخليها تتفرج على المعرض، ما تسيبهاش تمشي. اوعى تمشي، لو مشيت هخرب بيتك. ايوه يا هانم. انا مش فاهم تتكلم على ايه. عن الورق اللي انت خبيته. خبيت ايه يا فريده؟ انت على طول كده بتعيش حاجات في خيالك. انا عملت نفسي نايمه مخصوص لاني كنت حاسه انك عايز تخبي حاجه، واحساسي طلع صح. حاجه ايه بس اللي هخبيها يا فريده؟ فوقي بقى. انت عايز تشككني في نفسي؟ انا مش مجنونه، انا شايفاك بعينيا. يا حبيبتي واضح ان اعصابك تعبانه ومحتاجه ترتاحي. بلاش الكلام ده معايا، بلاش بلاش، تعالى وريني الورق ده. يا حبيبتي يا حبيبتي، ده ورق شغلي كنت حاطه في الدولاب فوق ونزلته هنا المكتب، هي دي كل الحكايه. وده اللي يخليك تتسحب في نص الليل؟ اتسحب ازاي بس يا فريده؟ انا ما رضيتش ازعجك يا حبيبتي وانت نايمه. طب وريني الورق ده. ورق ايه؟ اللي انت مخبيه. يا حبيبتي ده اسرار شغلي وما صحش حد يشوفها. انا لازم اشوف الورق ده. انا هشوفه حتى لو كسرت الدرج. فريده فريده، تابع النبض والضغط، لو حصل اي نزيف بلغيني على طول. خير يا دكتور؟ هي ما بتتكلمش ليه؟ في ايه يا دكتور؟ طمنا. ما خبيش عليكم، الحاله مش مستقره، واضح انها تعرضت لضرب جامد على راسها، خلى اجزاء كتير تتلف، ده غير النزيف. طيب هي الحاله ممكن تستقر امتى؟ ربنا معاها، بس انا مضطر ابلغ البوليس، واضح انها حالة تعذيب. شكرا. بجد انا مرعوبة. لو تفوق بس وتتكلم. هتتكلم تقول ايه؟ ما الحكاية واضحة زي الشمس، اللي حاولوا يقتلوك هما اللي عملوا فيها كده، بس هما مين؟ استنى هنا، انت مش هتمشي لما توريني الورقة. فريدة ما وصلتش كده، لو حد شافني دلوقتي يقول علينا ايه؟ انا متأكدة ان الورق ده فيه حاجة تخصني ولازم اعرفها. فريدة كفاية بقى، ارحميني. ارحمني انت وفهمني. افهمك ايه؟ فهمني الحقيقة. الحقيقة انت تهربي منها. بهرب منها ازاي وانا بدور عليها؟ يا فريدة يا فريدة، اللي في دماغك ده اوهام ولازم تفوقي منه. حاولت اعمل اللي انت بتقول عليه وما قدرتش. يا ستي حاولي تاني. ما انت جيت ولخبطت الدنيا باللي انت عملته. عشان شوية ورق؟ ما الدولاب كان مفتوح قدامك، هخبي ايه يعني؟ امال ليه مخبيه دلوقتي؟ عشان لازم تثق فيا. انت اللي شككتني فيك. فريدة ما تهديش بيتك بايدك. ده مش بيتي. سلمى وشاهد مش بناتك؟ فوقي يا فريدة، فوقي، ما تهديش اللي قعدت ابنيه عمره بحاله.
عشان شويه تخاريف. وصلت وصلت يا محاسن انك تبعتي ورايا اللي صورني. هو ده اللي همك ومش همك اللي انت عملته؟ ايه اللي انا عملته؟ ايه اللي عملته يا اختي؟ شويه زباين وبجمالهم. انت اللي كبرت وخرفتي. انت اللي كل ما بتكبر بتصغر، ويا ريتك بتصغر في السن، انما المصيبه بتصغر في عينيا وفي عين بنتك وفي عين كل الناس. اتلم يا محاسن. لم نفسك انت الاول وخليك راجل محترم. محترم؟ هي وصلت لطولة لسانها محاسن؟ طب والله ما انت بايت على ذمتي، انت طالب. منير انت مش خايف؟ يعني ابتديت اقلق. هتروح لها بكره تطمن عليها؟ اه اكيد، بكره الصبح ان شاء الله من اول النهار اكون عندها. انت كمان هتيجي؟ هحاول، بس من فضلك خلي بالك من نفسك. انا ماليش غيرك. خليها على الله، ربنا يستر. وانا ما بالله. يلا كمان. طب ما تتفضل. لا هتفضل ايه، ده وقته. يلا اتكلي انت على الله. اطلع. انا مش هطلع قبل ما اطمن عليك. اطلعي يا بنوت، انا هطمن عليك الاول. احنا ايه هنقلب الايه؟ يلا اول ما اوصل اكلمك. طيب يلا. هو احنا ايه اللي جرالنا؟ نفس اللي جرى للناس كلها يا ابو عمير. محدش بيقدر حاجه مهما عملت، كله في الاخر بيتنسي. انا نفسي مش عارف ليه بخونا، يمكن من الزهق، يمكن من الخنقه، مش عارف. بس اللي انا متاكد منه ان هي السبب. هي السبب، ولا انا اللي عايز اثبت لنفسي اني لسه شباب والستات عايزاني؟ يا احنا بنكبر ولا بنسخر؟ البيت غرقانه في دمها، ويفاعل مجهول، والتانيه مرعوبه، وانا البطل الفارس اللي شايل راسه على كفه. لقيت نفسي فجأة برتعش وخايف. ياه، هو الموت بيخوف كده؟ ليه الدنيا راجعة بظهرها؟ ليه بتشد فينا وتودينا الحاجات خلصت من زمان؟ ليه بنضطر نخبي ونكذب عشان ما نجرحش اللي بنحبه؟ ليه الحقيقة دايما مخنوقة بين قوسين؟ عمرها ما تعمل جملة مفيدة إلا بشوية كذب. ليه؟ 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 أنا مش مجنونة يا دكتور، أنا تايهة، بدور على نفسي في كل حاجة وأي حاجة. قربت من فريدة، بس فرح جواي مش عارفة أخلص منها. نفسي حد ياخد بإيدي
ويعرفني انا مين. اكيد هنعرف، بس قولي لي دلوقتي ايه اللي خلاك تشك فيه؟ انه خبى الورق ولا انه بيكذب عليكي؟ ده مخبى حاجه يبقى خبى كل حاجه، واكيد الورق ده له علاقه بيا. ممكن، ده اكيد. لازم تحطي اكتر من احتمال. بس احساسي بيقول لي مش كفايه. مش فاهمه يا دكتور، حضرتك عايز تقول ايه؟ انت حطيت احتمال واحد لكونه خبى عنك الورق، هو ان الورق ده هيوصلك للحقيقه، لكن ممكن اللي فيه يتوهك اكتر، ممكن اللي فيه يضايقك. يعني ايه؟ يعني لازم تحط احتمال ان عزيز بيخاف عليكي جنب احتمال انه بيكذب عليكي، ده اللي هيوصلك للحقيقه. من فضلك مدام ليلى موجوده؟ لا والله، هي بقالها كام يوم ما بتجيش. هي تعبانه ولا حاجه؟ ما عندناش علم، بس لو في اي خدمه احنا ممكن نقوم بيها. اصلي الموبايل بتاعها مقفول وانا كنت عايزاها تقول. حضرتك ممكن تروحي لها البيت. طيب شكرا. شرفتي فعلا. جريانة بحاجة خالص. لا لا مش قادرة تقف على رجليك. لا ايه ده؟ مفيش حاجة. اسيبك تكملي نومك؟ لا نوم ايه اللي هكمله؟ انا بقالي 3 ايام نايمة. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بس انا رحت المحل اسأل عليكي، قالوا لي انك مش موجودة، قلقت. يعني ماليش نفس. ايه؟ في حاجة ضايقتك؟ العادي. طب ما دام عادي، عاملة في نفسك كده ليه؟ زهق. عندك شغلك؟ تشغلي نفسك بيه؟ ما طول عمري بشتغل. أخدت إيه يا فريدة؟ ما فكرتيش تسافري لابنك؟ وحجزت أذاكر السفر كمان. يعني كنتي مسافرة؟ أول امبارح. أمال إيه اللي حصل؟ اتصل بيا وقال لي معلش يا ماما، أنا مسافر أنا ومراتي وابني، حلف لفة كبيرة أوي، هروح بلاد كتير، واحتمال وأنا راجع أبقى أمر عليكي. زي ما بتقولي عادي. بالظبط عادي. طب انتي ما بتسألش عليا ليه؟ وانتي ناقصة لك، كفاية عليك اللي انتي فيه. مش يمكن لو نتكلم مع بعض نرتاح سوا؟ انتي بتروحي للدكتور؟ انا لسه راجعة من عنده. وصلتي معاه الحاجة؟ ما انا كنت عايزة اتكلم معاكي. عندك دماغ تسمعيني؟ اتكلمي يا حبيبتي قولي كل حاجة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. شفت اللي عمله فيا؟ هما مين؟ اللي كنت هكشفه. طلعت شبكة كبيرة أوي كلها منفذة على بعضها. أول ما عرفوا إني كشفت لعبة الدواء قالوا يخلصوا مني ويموتوني. دواء إيه؟ أنا مش فاهم. دواء الناس الغلابة أستاذ منير، المناقصة اللي بتعملها الوزارة كل مرة بترسى على نفس الشركة. لا
مش فاهم، وضحي اكتر. المادة الفعالة في الدواء نسبتها معدومة وخطر جدا على اللي بياخدوها. مادة ايه بقى؟ قولي قولي كملي. هقولك بس خلي بالك من نفسك لانهم عارفين كويس اني هقولك كل حاجة. ما تخافيش، اتكلمي اتكلمي يا هدى. الدواء رحت عملت له تحاليل، لقيت المادة الفعالة مش موجودة اصلا. وانت عارف انك هتكلميني. انا كان لازم اكلمك وقبلك لاني لقيت الحكاية بتزيد كل يوم عن التاني ولقيتني مش عارفة اعمل ايه. طب اهدي كده عشان اعرف افهم منك. هجيب لك لون. أمر باشا. ليمون ساعة بسرعة. خير بقى يا ستي، ايه الحكاية بالظبط؟ أنا مخرجة برنامج الأستاذ منير. البرنامج ده بيتعرض لحملات ضد أي بؤرة فساد موجودة في المجتمع، ولأن الأستاذ منير صحفي مهم وكبير فله مساحة كبيرة قوي من الحرية، بس هو عمره ما استغلها ضد أي حد من غير حق، وبيفتح النار ضد أي مسؤول عنده خلل. هايل. وبعدين؟ من فترة فتح ملف الإهمال الصحي والفساد الصحي والإيدز وبيع الأعضاء. الحكاية دي طبعاً عملت أزمة كبيرة للناس اللي خايفة على كراسيها، ومن هنا اتحرك الوزير ومجلس الشعب وبدأوا حكاية الغربلة والتحقيق في كل اللي بيحصل، وبعتوا كمان جواب شكر للأستاذ منير. جميل. الحكاية دي فتحت النار على الأستاذ منير نفسه، ولقيت الخطر بيزيد كل يوم عن التاني لغاية اللي حصل امبارح. وإيه بقى اللي حصل امبارح؟ اللي حصل إن ابني عايز يسيب لي البيت. ليه كده يا عزيز؟ ليه تكسره؟ مش هو ده عصام اللي ربيته على ايديك؟ مش هو ده عصام اللي قلت انه بيفكرك بنفسك؟ ليه؟ دي اخرتها؟ اخرتها تذبح لي الولد كده؟ سوسن اهدي، بطلي اسلوبك المستفز ده. البنت مش عايزه ترتبط دلوقتي، هي حر، اكيد انا مش هغصب عليها. وانا ابني ما بيتفرضش على حد. يا ستي ابنك زي ابني وانت عارفه كده كويس. انا كنت فاكره كده لحد بنتك ما فوقتني وفهمتني مقام كل واحد بعد ما قفلت الباب في وش ابني. ما تحسبهاش كده. امال احسبها ازاي يا ستي؟ ما حدش عارف بكره هيحصل ايه. انت لازم تتصرف. اتصرف؟ انت بتقول ايه يا سوسن؟ اللي انت سمعته عزيز. سوسن يا اختي يا حبيبتي، انا مقدر جدا انك عايزه تسعدي ابني، بس مش على حساب بنتي. ولا انا هقبل ان حد يجي على ابني. الله. سوسن طريقتك دي فيها حاجه مش مريحاني. انا عمري كله برياحك، مره واحده بقى افكر في راحتي. ايوه يا حبيبتي راحتك هي راحتي، احنا مالناش غير بعض يا سوسن. الله. وزي ما سلمى بنتي عصام ابني تمام، وزي ما قلت لك ما حدش عارف يا ستي بكره هيحصل ايه. الله. جرالك ايه؟ بكره ده هيجي ازاي بعد ما وصلنا كده؟ مالك يا أستاذ؟ مالي ولا مالنا كلنا؟ أنا قلت لحضرة الظابط على اللي أنا عارفاه، فاضل أنت كمان تقوله على اللي أنت عارفه عشان أأمنك كويس. أستاذ منير، يا ريت نشرب فنجان قهوة في أي حتة ونتكلم، يمكن ترتاح شوية. أرتاح؟ حضرتك شايف إن إحنا ممكن نرتاح؟ بعد ما الأمور وصلت للدرجة دي، كل حاجة بتتباع من أول إزازة الدواء لحد البني آدم، هتيجي منين الراحة؟ بصي بقى، قبل أي حاجة أنا عايز أعرف، أنت ليه فكرتي ترفعي القضية دي؟ عشان ده مش حقي لوحدي، ده حق ولادي اليتامى وحق جوزي اللي مات الله يرحمه. الله يرحمه، بس أنت هتاخدي فلوس. أنا مبدورش على تعويض ولا بعترض على قضاء ربنا، انا مش عايزه غير حقي. يعني انتي مش هتطالبي بتعويض؟ كل اللي انا طالباه ان اللي مرعوش ربنا في صحه جوزي ياخدوا جزاتهم وبس. مش خايفه؟ مفيش صاحب حق بيخاف، والساكت عنه شيطان اخرس. القضيه دي ممكن تفتح مننا وتكبر وما نبقاش قدها. كله على الله. مش هترجعي في كلامك؟
لو خرج هو من تربته حي ابقى ارجع على في كلامي. اتفقنا. دلوقتي بقى عايزاكي تحكي لي على الموضوع بالظبط وتقولي لي على كل حاجه، عشان لو اتنقلت لي جرأتك دي هنعمل قضيه نكسر بيها الدنيا. اسمعي بقى. اتفضل. جوزي كان سواق في البلديه وعندنا اربع عيال، بنت وثلاث ولاد. من يجي سنه كده تعب وقعد يقاوح مع المرض، وفجاه وقع من الدور، جرينا بيه على المستشفى، وهناك اهملوه واخروا العمليه يوم ورا يوم، وفين وفين لما الدواء يجي، ولما يجي ولا يعمل حاجه، كانه شرب الميه حاف. كنت اجري ورا الدكاتره وابوس ايديهم واتحايل عليهم انهم بيرعوه، لكن لا حد كان بيسمع ولا بيحس. لكن كان فيه دكاتره صغيرين ولاد حلال، كان ما كانش في ايدهم يعملوا حاجه، وفضلنا على ده الحال لحد ما مات. جوزي ما ماتش موته طبيعيه يا استاذه، جوزي اتقتل، واللي قتله الاهمال. هدى بتشتغل في معمل لتحاليل الدم، بيجي له معينات دم عشان يحللوها. اكتشفت ان عينات الدم اللي خاصه بوظائف الكلى انها لا تتقدم، رغم ان المرضى بتوعها بياخدوا جرعات الدواء بانتظام. وعملت ايه؟ خدت عينه من الدواء اللي بياخده المرضى وراحت بيه المعمل وحللته، واكتشفت مفاجاه مسلمه. اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان الماده الفعاله في الدواء بتقل نسبتها عن 1%، ودي نسبه غير النسبه اللي المفروض تبقى موجوده في الدواء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الماده الخام اللي بيصنع منها الدواء ماده رديئه جدا وغير مطابقه للمواصفات الطبيه. خدت بعضها وراحت بلغت في وزاره الصحه. حصل اللي حصل. يا خبر، دي مافيا بقى. مافيا الادويه دول من اخطر الناس الموجودين في العالم كله. دي بضاعه بتكسب مليارات، وفي اكتر من شركه بتدخل المناقصات بتاعه الوزاره، وطبعا في ناس نفوسها ضعيفه بتقبض فلوس وبتبيع ضميرها وبتدخل العلاج المغشوش. هو ده اللي انا فهمته من كلام هدى، رغم ان صوتها ما كانش واضح لان حالتها سيئه. انا محتاج اتكلم معاها. المستشفى بلغت البوليس والبوليس حقق، بس ما وصلش حاجه. بس انا بقى حوصل. استاذ منير، هي الحلقه الجديده بتاعتك هتتكلم عن انهي موضوع؟ عن الموضوع ده طبعا. كنت متاكد انك هتقول كده، بس انا ليا طلب عندك. انا عايزك تاجل شويه لحد ما اخد اقوال هدى ونعمل تحالياتنا عن كل اللي حواليها، وده مش هياخد وقت كتير. وبعدها يا سيدي اعمل كل اللي انت عايزه. اتفقنا؟ اتفقنا. حسيت كده قضيه مهمه شاغله بالي ليل ونهار. عارف لما سيد حكيت لي القضيه دي كانت اتاثرت قوي، مع انها شبه الافلام القديمه بس برضه اتاثرت. اصلها بجد كده وحقيقيه، ولا انت ايه رايك يا حبيبي؟ اه طبعا حبيبتي جميل. ايه ده، انا ما بقولكش عن الاكل، بقولك ايه رايك في القضيه. ما هو مش معقول يعني يا حبيبتي هنعيش طول عمرنا يعني في قضيه البلديه والمستشفى. انا عايز الحق اكل لقمه واخش انام ساعه قبل ما انزل. ايه ده، هتنزل تروح فين؟ يعني عندي كم مشوار وهقابل كم عميل وبعدين هبعت فلوس لاهلي في البلد. يا حبيبي انت ما بتنساش حد ابدا. ايه يا حبيبتي، انت مش هتاكلي ولا ايه؟ ماليش نفس، قضية شغلاني قوي. يا حبيبتي ريحة الشوربة وشكلها تحفة. يلا يلا هغرف لك شوربة. هاتي طبقك. برافو عليك يا خالد، انت كل مرة بتتحسن عن المرة اللي قبلها. بتحسن ايه بس؟ انا مش قادر ارفع رجلي. ما انت بترفعها اهو. بص تعالى معايا واحدة واحدة. خد نفس جامد. يلا. واحد. اتنين. تلاتة. أربعة. ليه بس يا خالد؟ خلاص زهقت.
معلش ان شاء الله المره الجايه هتكملي. طاقتك معايا بصراحه. ايوه مالك متضايق ليه؟ وايه اللي هيبسطني؟ مفيش حاجه خالص بسطك. مفيش غيرك. مش كفايه يا خالد. نفسي احس اني استاهلك. طب وانت ليه مستقل بنفسك؟ عشان مش نافع في اي حاجه، حتى العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي مرحله وهتعدي، واوعى تعلق كسلك عليها. مش كسل والله، بس قولي لي ينفع في ايه؟ ما بحبش التصوير عشان انجح في دراستي، وما بحبش القماش عشان انجح مع بابا. بس بتحب التمثيل. حتى ده مش مضمون. وليه مش مضمون؟ جرب وبعدين احكم. اجرب ايه بس؟ عايزاني اروح ابوس الايه عشان اخد دور عبيط في فيلم ولا مسلسل؟ وليه دور عبيط؟ ومين ده بقى ان شاء الله اللي هيغامر ويجيب واحد لسه بيقول يا هادي ويديله دور مهم؟ انت شايفاني عمر الشريف؟ انا يا خالد. انت ايه؟ انا اللي هغامر بيك. يعني ايه؟ يعني انت بطل مشروعي. انت اتعبطتي؟ انت عايزه توقعي المشروع؟ يا خالد انت قايم في الدور جدا، بس محتاج شويه تمرين. بس دي مغامره. وانا قدها. يا سلمى التمثيل عامل كبير في نجاح المشروع. وانا براهن عليك. يلا حاسب. في ايه بس يا فريد؟ بقالك ساعتين عماله تلف وتدوري وما وصلتش معاكي لاي حاجه. ما تتكلمي. لو قلتلك هتصدقي؟ يا ربي دي رابع مره تساليني. ايوه هصدقك، وحياه ربنا هصدقك، وحياه عينيا دول هصدقك. ولا اقولك بقى، انا تعبت مش عايزه اعرف اي حاجه، دماغي بقى مش مستحمله. معلش يا فريد ما تزعليش مني ابدا، بس انت مش عايزه تتكلمي. لو قلت لك مش هتقولي لحد. اخص عليك، من امتى بضل اسرنا بره؟ انا خايفه تقولي عليا مجنونه. هو في حد عاقل في اليومين دول؟ انا مش مريضه. ايه؟ مش فاهمه. أنا مش فريدة، أنا حد تاني. حد تاني يعني إيه؟ أنا فرح أختها. فرح؟ فرح أخت مين؟ التوأم. أنا مش فاهمة أي حاجة. معقولة اللي قلتيه ده؟ أنا مش فريدة، أنا أختها، أنا أختها التوأم. أنتِ مستوعبة اللي قلتيه؟ دي كارثة. أمال ما بنامش ليه؟ طب اللي انا فيه ده من ايه؟ انا خايفه، خايفه ومرعوبه. انا ما بقاش مطمنه على حد خالص، وبالذات هو، خصوصا بعد اللي حصل. قولي لي يا فرح، نفسي نفسي حد يدهي بالاسم ده. مين ده يا هانم اللي بتفضحينا معاه؟ انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجة. ليه بتعملي فينا كده؟ انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه انك بتهدي كل حاجه، كل ده عشان ايه؟ ما ترضي عليا. انت عاوز مني ايه؟ لو ايه على ايه؟ انا بخاف منك. انا مش عايز اشوفك، مش عايز اقعد في البيت ده. الاوهام اللي في دماغي دي هتودينا كلنا في داهيه، هتهد بيت قعدت ابني فيه سنين، مش هسمح انك تعملي كده ابدا، فاهمه؟ مش فاهمه. تعالي وانا افهمك. تعالي تعالي وانا افهمك. تعالي 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 تعالي. انا خليك تعرفي. اتفضلي. عايزه تعرفي الورقه في ايه؟ انا خليك تعرفي حالك اهو، بس ما تلوميش عليا.